اثنين زوين اكسبير كونتابل كوميسور كونت. دونك لوبجيكتيف دو سيت كونفيرونس اي دو ديسكوتي دو برينسيبو سوجي كي كونسيرن توت لي انتربريز ماروكين ا سافوار لو برومي فولي سي لي ديلي دو بايمون d'accord dont l'objectif principal est de d'améliorer le comportement des entreprises en matière de délai de paiement. Le deuxième volet, c'est la retenue à la source en matière de TVA qui a été instaurée par la loi de finances 2024 qui est applicable à partir du 1er juillet 2024. L'objectif, c'est de lutter contre les fausses factures, mais aussi inciter à la transparence fiscale. Donc, notre objectif à nous, aujourd'hui, avec l'instance marocaine des entreprises, est de sensibiliser les PME et TPE marocaines à ce qu'ils soient en conformité avec ces mesures fiscales. Voilà. اسم الحسين بهيج صفة عضو في المكتب الجهوي للهيئة المغربية للمقاولات. أكيد قمنا بهذه الندوة الجهوية بتعاون شراكة مع الغرفة ديال التجارة والصناعة. هذه الندوة التي كانت تصب في المستجدات القانون الجديد ديال الاقتطاع عن منبع ديال القيمة المضافة. بطبيعة الحال هذه المستجد كان من الضروري أن يعرفوها الشركات، لأن الشركات في تفاعل وفي تعامل مستمر مع الإدارات والضريبة، فبالتالي كان من الضروري إعطاء هذه المستجدات. أكيد بطبيعة الحال كيفما لاحظتوا أن السيد عدنان زوين المدقق محاسباتي أعطى مجموعة من القوانين وأعطى مجموعة من المستجدات فيما يخص القيمة المضافة اقتطاع عن منبع. الهيئة المغربية للمقاولات جهة تطبيق تصدد وعلى الصعيد الوطني تسهر دائما في تنمية القدرات ديال المقاولات، شركات الناشئة والشركات المتوسطة، وكذلك نحن في الجهة التربيضة صطاد عازمين على مجموعة من اللقاءات التي يصب مستجدات، مجموعة من المستجدات كما تعرفوا في بلادنا كاين مجموعة من المستجدات الضريبية، مجموعة من المستجدات داخلة في قانون المالية، فبالتالي هذا ينعكس مباشرة على الشركات وعلى الاقتصاد الوطني في بلادنا. فاحنا الهدف ديالنا هو ايصال المعلومه وتوجيه والمواكبه، وهذا لا يمكن ان يكون الا بتعاون الجميع متدخلين وتضافر جهود جميع المتدخلين الاقتصاديين. فانا نشكر جميع الحضور على هذا الحضور اللي جهنا وساهم بشكل او باخرى ساهم في هذا اللقاء المتميز، ونضرب موعدا اخر ان شاء الله في لقاء اخر اللي غادي يصب في هذه المستجدات الجديده ديال القوانين التنظيميه او قوانين الضريبيه او مجموعه من القوانين التي يخدم المهنيين والمقاولات والشركات. توريا صبيري رئيسة الجهة انستانس ماروكين دي زونتربريز في كازا ستات. درنا اجوردي واحد لا ساعة ولا ساعتين بوغ انفورمي لي بوتيت اي موين زونتربريز على حسب لي ديلي دو بيمون و لا روتوني على سورس ديال لا تي في ا. بغينا نعاونوهم باش يبداو يفهموا، وكل مرة عندو فيما تخرج شي حاجة في البرنامج نعاونو حنا نبداو نجمعوهم ونفهموهم باش حتى هما يعرفوا شنو كاين وشنو يقدروا يستافدوا وشنو يقدروا ما يستافدوش منها. وتنتمنوا تدوز هادشي كلشي بخير وعلى خير ان شاء الله، وشكرا.